تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي جلات الفول بالأنشوجة. ومقادير الجلات: 1 كوب دقيق فول، 1 كوب دقيق قمح كامل، 1 معلقة صغيرة ملح، 3 روزماري مفروم، 1/2 كوب مية، وربع كوب زيت زيتون. بالنسبة للتوبينج اللي هنحطه على الجلات هيكون بصل مكرمل. هنجيب بصل نقطعه شرايح مع شوية زيت زيتون وزبدة، وهنسيبه على النار لحد ما ده يبقى لونه بالشكل ده. وبعدين عندنا أنشوجة هنصفيها من الزيت بتاعها، وعندنا جبنة بارميزان. هنحط كل مقادير الجلات، مقادير العجينة، في العجينة وهنضربهم مع بعض. دقيق القمح الكامل، دقيق الفول، الروزماري، المية والزيت. طبعا زي ما احنا عارفين ممكن العجينة تحتاج شوية مية زيادة على حسب الدقيق بتاعنا جاف زيادة او لا. وهنحط شوية دقيق خفيف، هي هتبقى عجينة مفرولة شوية لان طبعا ما عندناش جلوتين كتير، لان عندنا دقيق الفول وكمان دقيق القمح الكامل. الجلوتين فيه برضو قليل مش زي القمح الابيض، او مش زي الدقيق الابيض يعني. وهنبتدي نفردها. وقبل ما نحطها في الصينية هندهن الصينية بشوية زيت. وبعدين هنحط العجينة على الصينية. وهنجيب سكينة ونبتدي نشيل العجينة الزايدة. وهنتني الطرف بالشكل ده. ودلوقتي هنبتدي نحط الحشو او التوبينج على الجلات. هنحط البصل اللي عملنا له كاراميلايزيشن، ونوزعه. هنجيب الأنشوجة وهنبتدي نرصها. دلوقتي هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لحد الجلات ما تستوي ويبقى لونها ذهبي والجبنة بارميزان ما تسيح.